اتصال هاتفي من دكتور سهى بهجت المتحدث باسم وزارة الآثار. أهلا بيك يا دكتور سهى. أهلا بيك يا فندم. حضرتك معلش، هو كانت الشبكة ما كانتش واضحة، فكنا عايزين برضو سريعا نختصر أهم الاستعدادات اللي هتكون موجودة للرحلة الذهبية للمومياوات اليوم. أهم الاستعدادات بتتلخص إن هيبقى في موكب مهيب هيخرج إن شاء الله من ميدان التحرير، من المتحف المصري بالتحرير. طبعا هيمر ب يعني كل المناطق المعده خصيصا علشان استقبال الموكب، وبعد كده الموكب ده بيبقى فيه العربات الخاصه اللي بتحمل مومياوات او الملوك 22 ملك. هذا الموكب بيصاحبه طبعا راقصين ورقصات وعدد من الخيول والاستعراضات، الى جانب طبعا موسيقى رائعه. طبعا الموكب ده هيبث على الهواء مباشره من خلال طبعا قنوات التلفزيون العالمية والمحطات الميديا العالمية. احنا عندنا حوالي 400 قناة مشاركين، وعندنا حوالي 250 مراسل أجنبي هيكونوا بيغطوا الحدث. الحدث طبعا هيبقى على السوشيال ميديا ومحطوط على لايف ستريم على قناة اليوتيوب للوزارة ولهيئة تنشيط السياحة. عند وصول الموكب لمقره الأخير بالمتحف القومي للحضارة هيكون في انتظاره فخامة رئيس الجمهورية، وهيتم إطلاق 21 طلقة مدفع احتفاء بوصول الملوك إلى المكان الأخير المعد ليهم بقاعة المومياوات. طيب ما بعد الحدث يعني هيتم متابعته إزاي؟ الحدث زي ما قلت حضرتك هو الأفضل متابعة له من خلال شاشات التلفزيون. هو هيبقى لايف على الهواء مباشرة، ويقدر أي حد يشوفه حتى لو بالموبايل من خلال اللينك اللي منشور على صفحات الوزارة وصفحات هيئة التنشيط، لأن هيبقى في بث مباشر على قنوات اليوتيوب، غير أن كل القنوات هتذيعه، غير قنوات العالمية كلها هتبقى زاعفة. فهو الحقيقة هيبقى متشاف من كل مكان، وده افضل مكان، لان طبعا في جزء فيه كبير جدا اخراجي رائع، فلازم يتشاف بطريقه شامله، ولان هو كمان متحرك فصعب ان الناس تتابعه في الشارع، مش هتشوف المشهد كامل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. دكتور سهى بهجت المتحدث باسم وزاره الاثار.